ننتقل إلى موضوع آخر تم تداوله أيضا في الترند العراقي، وهو إعلان شركة أمباير اللبنانية بأن الفيلم الوثائقي إخفاء صدام حسين سيتم عرضه في دور السينما في 14 دولة عربية بتاريخ 18 تموز المقبل. يحكي فيلم إخفاء صدام قصة علاء نامق اللي تمكن من إخفاء رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين في حفرة لمدة 235 يوم، بينما كان 150 ألف جندي أمريكي يبحثون عنه. أحداث الفيلم تبدأ بمشاهد أرشيفية ترصد دخول الجيش الأمريكي إلى العراق بحجة وجود أسلحة دمار شامل ومقاومة الجيش العراقي والسقوط، ومن ثم رحلة هروب عاشها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين خلال 8 أشهر فارقة في حياته من أبريل نيسان وحتى ديسمبر كانون الأول 2003. عاشها بعيداً عن حياة الترف في مزرعة بمنطقة نائية قرب وادي دجلة. لنشاهد سوياً إعلان هذا الفيلم الوثائقي. إخفاء رجل مو الشيء الهين. صدام حسين and his sons must leave Iraq within 48 hours. يوم من الصبح إذا واحد يقعدني تحت الباب سيد رئيس أمامي. الأمريكان قريبين، أكو مكان. ذاك الوقت ما كنت أفكر إنه 150 ألف جندي يبحثون عنه. Today announcing a $25 million reward for information leading to the capture of Saddam Hussein. ايضا اقترحت عليه نسوي سوف ملجأ للحالات الطارئه. يعني السايق الشخصي صدام حسين هو انا، الدكتور الشخصي صدام حسين هو انا، الحمايه